مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم الوحدة الثانية، الروابط الكيميائية وتركيب المادة. الدرس الأول، السالبية الكهربائية، وهذا هو الجزء الأول من الدرس. سنتعرف في هذا الدرس على مفهوم السالبية الكهربائية وعلى تدرج السالبية الكهربائية في الجدول الدوري وتفسير هذا التدرج. السالبية الكهربائية هي وصف لقدرة كل عنصر على جذب إلكترونات ذرة عنصر آخر عند تكون الرابطة الكيميائية، وهي عدد يتراوح بين الصفر والأربعة تبعا لما يسمى بمقياس باولين. تعتمد السالبية الكهربائية على الطاقة، حيث تطلق الذرة التي تكسب إلكترونات طاقة، بينما تمتص الذرة التي تفقد الإلكترونات الطاقة. لذلك نجد أن الهالوجينات لديها سالبية كهربائية عالية، وذلك لأن لديها سبعة إلكترونات تكافؤ، وبالتالي تكسب إلكترونا واحدا للوصول إلى ثمانية إلكترونات. وكسب إلكترون واحد من حيث الطاقة أفضل من فقدان سبعة إلكترونات للوصول إلى حالة الاستقرار. أما الفلزات القلوية فهي أقل العناصر سالبية كهربائية، وبالتالي فإن ذرة الفلز القلوي تحتاج إلى القليل من الطاقة لإزالة إلكترون التكافؤ الوحيد. تدريب، عرف السالبية الكهربائية. تبين هذه الصورة للجدول الدوري قيم السالبية الكهربائية للعناصر الأربعة والخمسين الأولى. نلاحظ أن قيم السالبية الكهربائية تزداد بالانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة الواحدة، ومن الأسفل إلى الأعلى عبر المجموعة الواحدة، وذلك لأن السالبية الكهربائية تتأثر بعوامل عدة، منها العدد الذري والمسافة النسبية التي تفصل إلكترونات التكافؤ السالبة عن نواة الذرة الموجبة. فعبر الدورة الواحدة يزداد العدد الذري بالانتقال من يسار الدورة إلى يمينها، وبازدياد العدد الذري في نفس الدورة تزداد قوة جذب النواة للإلكترونات في المستوى الأخير، أي إلكترونات التكافؤ، فتزداد السالبية الكهربائية. باستثناء عناصر الغازات النبيلة فالسالبية الكهربائية لهذه العناصر النبيلة غير محددة. لماذا؟ لأن هذه العناصر لا تميل إلى تكوين المركبات أصلا، والسالبية الكهربائية كما عرفناها هي قدرة الذرة على جذب زوج إلكترونات في الرابطة، والعناصر النبيلة لا تميل إلى تكوين الروابط بسهولة. أما في المجموعة الواحدة فمع ازدياد العدد الذري من الأعلى إلى الأسفل يزداد عدد مستويات الطاقة، فتكون إلكترونات التكافؤ أكثر بعدا من النواة وأقل انجذابا إليها بسبب تأثير حجب الإلكترونات الداخلية، أي إلكترونات المستويات الممتلئة التي قبل المستوى الأخير. ولذلك فإن السالبية الكهربائية
تقل من الأعلى إلى الأسفل مع ازدياد عدد مستويات الطاقة. الفلزات القلوية والقلويات الأرضية، أي عناصر المجموعة الأولى والثانية، هي العناصر الأقل سالبية كهربائية، بينما الأكسجين والنيتروجين والهالوجين هذه العناصر ذات سالبية كهربائية أعلى، وبالتالي فإن ذراتها تجذب الإلكترونات بقوة في المركبات. نلاحظ أن أكثر عناصر الجدول الدوري سالبية كهربائية هي الهالوجينات، وذلك لأن ذرات هذه العناصر تحتاج إلى كسب إلكترون واحد فقط ليصبح ترتيبها الإلكتروني مماثلا للترتيب الإلكتروني للغازات النبيلة. تدريب: ما العنصر الذي يملك السالبية الكهربائية الأعلى في الجدول الدوري للعناصر؟ علل إجابتك. تزداد السالبية الكهربائية في مجموعة الهالوجينات من أسفل إلى أعلى، فسر ذلك. ألقاكم في الجزء الثاني من هذا الدرس على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.